هشام الذهبي تنفعل بسبب الهجوم على والدتها أصالة. ظلم وأمي تعيل أكثر من 100 عائلة من أكثر من 30 سنة. على الرغم من إعلانها التبرع ومساعدة المتضررين في سوريا، إلا أن ظهورها في صعود أيضا لم يمر مرور الكرام، وهو ما دفع بابنتها هشام إلى الدفاع عنها بشرس. كثير بحب أمي، يعني أنا بحب بي كثير، بس أنا بعشق أمي. أمي هي كل شيء بحياتي. أمي هي. ردت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري على الانتقادات التي تعرضت لها والدتها عقب الدعوات لها بالوقوف بجانب الشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد في الأيام القليلة الماضية، وأدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا إلى جانب الدمار الهائل في مناطق عدة. وفي حديث لبرنامج MBC Trending أعربت شام الذهبي عن حزنها من الظلم الذي تعرضت له والدتها، مشيرة إلى أنها أكثر إنسانة حساسة وتمتلك مشاعر، مضيفة: أنا أمي تفكر في هذا الشيء حتى في عز أزمتها النفسية وحزنها، واختارت أن تكافح في أصعب أوقات حياتها وتستمر في تقديم واجباتها مهما كانت تمر في ظروف صعبة. أمي تعيل أكثر من 100 عائلة من أكثر من 30 سنة، وفي أكثر من وقت مرت في لحظات ضعف، لكنها لم تقصر في تلبية واجباتها. يعني كتير 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 ظلم بحق إنسانة حياتها كلياتها كانت كرامة وخير. وتابعت في دفاعها عن أصالة والدتي، قالت على مواقع التواصل أنها تبرعت في أجل حفلتها، ولكن الحقيقة أنها تبرعت بأضعافها من أول يوم، وأمي لم تصمد أموالا بحياتها لأنها كل الوقت بتعطي الأشخاص من حولها وكل محتاج، مشيرة إلى أنها تشعر بالخجل من الحديث عن هذه التفاصيل، لكن الظاهر أن هناك ناس يجب أن نوضح لهم ذلك. هذا ظلم بحق إنسانة لا تستحق إلا كل دعم، لأن حياتها كلها إنسانية. وأنا علمت بالصدفة أن أمي تملك مؤسسة خيرية في بيروت. هذا وكانت أعلنت الفنانة أصالة عن تبرعها بأجرها عن حفلها في دبي لصالح المتضررين في سوريا من جراء الزلزال الذي ضرب البلاد منذ أيام. فكتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر: ممن عادتي نقول إنما للاضطرار أحكام، ومثل ما بعمل بالأزمات لأني منكم واجب علي اللي بعمله. تبرعت أيضا بأجري عن حفل دبي لمن هم أحق مني فيه، ما عملت إلا واجبي تجاه أهلي وأحبتي، ولو في حفلي كل يوم بعملها لنعمر بيوت خربت وقلوب تعبت.